انطلقت دوري الطائرة للسيدات في صالة عامودة، وانقسمت هذه الدوري إلى مجموعتين، وكل مجموعة 5 فرق، وأيضا الفرق المشاركة في هذه الدوري هو 10 فرق، كما قلنا أنها انقسمت إلى مجموعتين وكل مجموعة 5 فرق. وفي نهاية الدوري سوف تلعب الأول والثاني، الفرق الأول والثاني مع المجموعة الثانية الأول والثاني، والهدف من هذه الدوري هو تنشيط الدورة الأنثوية أكثر وأكثر، وإثبات نفسها في جميع مناطق شمال سوريا. شاركنا بدوري المقاطعة في 15 فرق مشاركة من الحسكة والميلان وعامودة والدرباسية، ونحن شاركنا نلعب هاللعبة مشان نطور تراثنا أكثر. نحن فريق الأهلي والتحرير، بدأنا بهي الافتتاحية ونحن ربحنا 2-0 لصالح فريق الأهلي، والمباراة كانت حماس والجو يعني لعب مباريات.